الله، بوستك تجنن يا كوكي. يلا بينا بقى نروح عند بابي ناخد منه بوسه حلوه. يلا بقى يا داجي بوس كوكي. داجي كوكي جايه تاخد منك بوسه يا حسن. الله الله، مالك يا حسن؟ لا انت فيك حاجه متغيره. في يا حسن مالك؟ لا تبين عليها حاجه شغلك عني قوي يا حسن. حسن يا حبيبي بتفكر في ايه؟ طب عينك في عيني كده. الله، بص يا حسن ليا، مالك؟ حتى عينيك يا حبيبي بتقول انك متغير زي قلبي ما بيقول لي بالظبط. في ايه يا حسن؟ حسن قولي يا حياتي في ايه؟ قولي عشان خاطري في ايه؟ حسن قد كده انت متضايق؟ وحياتي عندك لتقول في ايه يا حسن؟ انا حسن. خايف يا مديح. ايه؟ خايف. خايف من ايه؟ في حاجة غلط بينا، في غلط بيني وبينك. أنا مستعدة أعمل أي حاجة في الدنيا ترضيك، لأني بحبك يا حسن. وأنا كمان بحبك يا مديحة، لكن إيه؟ مش عايز أحبك أكتر من كده. ليه يا حسن؟ مديحة لازم نفكر بعقلنا أكتر مش بعواطفنا. هنفكر في إيه؟ في حياتنا. أنا عمري ما كنت سعيدة في حياتي إلا بعد ما عرفتك يا حسن. وأنا عمري ما حسيت بالعذاب اللي أنا فيه إلا بعد ما حبيتك يا مديحة. ليه بتقول كده يا حسن؟ لأني بحبك يا مديحة، بحبك. مش فاهمة. مديحة طول ما احنا مع بعض بنغلط في حق نفسنا، بنغلط في نظر كل الناس اللي حوالينا. وانت من امتى بيهمك الناس يا حسن؟ ازاي يا مديحة؟ الناس جزء من حياتنا، انا وانت جزء من الناس. مهما حاولنا ان احنا نهرب، اهلك، اصحابك، شغلك. شغلي مديهاله كل حقه يا حسن، أما حياتي الخاصة فدي بتاعتي أنا، ملكي مش ملك أي حد تاني. عظيم عظيم. والعلاقة اللي بيني وبينك؟ يا سلام، دلوقتي بقت علاقة يا حسن اللي بيني وبينك؟ أيوة اللي بيني وبينك. تسميه إيه يا مديحة؟ الناس تسميه إيه؟ أنت شخصيا تسميه إيه؟ ودلوقتي بس بتفكر نسميه إيه؟ أيوة دلوقتي يا مديحة دلوقتي، عشان دلوقتي أنا متأكد إني بحبك، عشان مش عايز أنا وأنت نبقى مجرد وهم خيال، دايما في ضلمة، دايما خايفين. طب ومستني ايه عشان اللي بيننا يرضي الناس ويبقى نور يا حسن؟ خايف يا مديحة، خايف. خايف كل اللي بنيناه في ليل ده هو ما يعيش في نور ابدا. ده لو كان اللي بيننا مش حقيقة. مفيش حقيقة يا مديحة، الحقيقة الوحيدة هو الواقع اللي بيني وبينك. احنا مين لبعض يا مديحة؟ عمال تلف وتدور، فهمني بالظبط انت عايز توصل لايه يا حسن؟ انا مش عايز حاجة، النهاية الطبيعية لأي اتنين بيحبوا بعض هي الجواز، مش كده؟ عظيم، ده لو كانوا الاتنين دول متفقين على كده، أما لو كان واحد فيهم بيتراجع بيتهرب. لا، أنا ما بتهربش، ما بتراجعش. قولي لي لو أنت مطرحي مفروض أعمل إيه؟ يا سيدي تعمل زي ما كل الناس ما بتعمل. عظيم، زي ما كل الناس بتعمل، حسب التقاليد، حسب المجتمع، مفروض إن والدي يروح يقابل والدك، لكن ده لو حصل تفتكري هيروح يقول له إيه؟ يقول له بنتك ماشية مع ابني بقى لها كذا شهر، يلا يا عم نفرح بيهم، نعمل لهم فرح رسمي. مديحة احنا لازم نبعد عن بعض، نبعد عن بعض ولو لفترة، نراجع نفسنا، نفكر. ساعديني يا مديحة أرجوك ساعديني. أساعدك؟ بعد ده كله عايزني أساعدك؟ أساعدك في إيه يا حسن؟
ساعديني اني افكر، ساعديني اني اتاكد بنفسي ان حبنا ده حب حقيقي، نهايته طبيعيه، الجواز مش مجرد تعود، مش جنس. جنس حبنا دلوقتي بقى عندك جنس يا حسن. حبنا اجمل ايام حياتي يا مديحة. وايه اللي جراله؟ مش عارف. فهمني يا حسن عايز تقول ايه. مش عارف يا مديحة، مش عارف. انا عايز افكر، عايز اقنع روحي، اقنع روحي بكلام الناس ده انه مش حقيقي، ان في ست للجواز وست للتسليه. ست للتسليه؟ وانا بقيت مين فيهم عندك يا حسن؟ انا بقيت مين يا حسن؟ انا مين يا حسن؟ لا مؤاخذة مش دي شقة استاذ.